وَإِنْ
فإن أمن بعضكم بعضا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا القوم الكافرين.
ما على القوم الكافرين. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم يا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم Oh,
شيء كانت هذه تلاوة القرآنية الواردة التي تلاها علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ شريف عبد العزيز علي قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنجيلة تابعا لمركز مدينتكم حمادة. أما الأداة الصوتية والضوئية والمعرض الفني لمخازن الفراشة الحديثة الكبرى تطلب محلات مخازن أولاد الحج إبراهيم عثمان المقيمين والمعروفين بأبو الخوي.